طيب العشوائيات اللي هي مهددة لحياة ساكنيها بالخطر، اللي هي الأكثر خطورة، وأنا عارفة أن الحكومة بتفرق وفي أولوية أن أنا أشتغل عليها الأول وأتعامل مع الناس الموجودين فيها، عملتوا إيه بالنسبة لهذه المناطق والناس؟ لأي مدى كان في تعاون توافق؟ يعني في خطوات تمت برضا كل الأطراف يعني. دول زي ما حضرتك أشرتي لازم طبعا يتشالوا من الأماكن اللي هم ممكن يموتوا فيها. ففي الشهبة وفرعون وفي حتة اسمها النرش وفي عزبة خير الله، المناطق دي اللي هي أخطر مناطق في القاهرة، نسكنهم بشكل مؤقت في 6 أكتوبر. هم طبعا بيتعبوا جدا في الموضوع ده لأن بعيد عن الشغل، فبنوفر لهم أتوبيس علشان يرجعوا كل يوم الصبح لمكان العمل ويروحوا 6 أكتوبر. هم بس بيخافوا لا ما يرجعوش على المنطقة اللي حاليا بنبنيها لهم اللي هي اسمها الأسمرات، في المقطم في المقطم واللي جنبها مشروع تحيا مصر. بيخافوا لحسن الإسكان المؤقت ده ينتهي إنه يبقى دائم، لأنه في الدويقة نفسها أماكن اسمها إيواء مؤقت الناس بقى لهم فيها 25 سنة. أيوة، في رصيد من عدم الثقة، فالناس مش واثقة في الحكومة خلاص. بالظبط، عدم الثقة دي الحقيقة تغلبنا عليها في منشية ناصر وفي بطن البقرة وفي مسبيرو، إنه قعدنا كتير وفي حوارات مع الناس وكل حاجة وعدنا بيها عملناها. ده بيتطلب إن احنا نتعاون مع رؤساء الأحياء ومع السادة المحافظين علشان كلنا نقول نفس الحاجة وكلنا نلتزم بنفس الوعود. فده شغل بيتم كل يوم. طيب يعني احنا بنطور المنطقه وبنبني بيوت جديده ونرجع ليها الناس مره تانية، ولا يعني معلش في اوضاع برضو يقول لك ايه لا المكان ده مش هينفع هستغله بشكل تاني والناس اللي فيه هيروحوا في حته تانية يعني على طول؟ ده صح، يعني في الشهبه وفرعون ونرش والاماكن دي ما ينفعش يرجعوا نفس المكان. فدول اللي هيروحوا الاسمرات وتحيا مصر مؤقتا في 6 اكتوبر، لكن في اماكن لا، ممكن انه العشش تتبني بنى انشائيا قوي والناس ترجع بيوتها. فدول بنديهم ايجار مؤقت وبنديهم اقرار، وهو ده الشغل اللي بنعمله مع الاحياء، انه لازم رئيس الحي يدي اقرار يقول للناس ما تقلقوش انتوا مش هتروحوا الايواء المؤقت ده على طول، ده انتوا هترجعوا في المكان الفلاني، وبيمضي وبيختم ختم رسمي من الدولة. والناس بتوافق بتطمن ولا برضو يعني بتواجه مشاكل؟ فيه. يعني لو هم شايفين المنطقة اللي بتتبني ليهم وهيرجعوا عليها بيبقى فيه طمأنينة أكتر. لو لا مش شايفينها بيبقوا خايفين جداً.